حل سحري ودواء شافي للأرض الميتة اللي ما فيهاش أي عناصر غذائية نهائي. هنحط البطارية في التربة بتاعتنا عشان نحيي الأرض من جديد. بطارية في التربة هتشحن بسرعة وتفرغ ببطء. مخصب عضوي طبيعي يحتوي على العناصر الصغرى التي يحتاجها النبات وبصورة مركزة. المخصب الطبيعي اللي هنتكلم عنه النهاردة مخصب نباتي، طبعا أخذ كل العناصر الغذائية الموجودة من التربة وكبر وبقى شجرة وبقى لها ساق ولها فروع وأوراق وتحول لفحم. احنا هنتكلم على الفحم. الفحم مخصب طبيعي جدا يحتوي على العناصر الصغرى اللي بيحتاجها النبات، وله القدرة على الاحتفاظ بالميه والمغذيات في التربه، عشان كده هنحطه في التربه بتاعتنا هيحتفظ بالميه ومش هيفرغها بسرعه، عامل زي البطاريه بالظبط. البطاريه بتاعتنا بتشحن بسرعه لكن بتفرغ ببطء، زي البطاريه بتاعت التليفون بتشحن بسرعه وتفرغ ببطء. وده اللي احنا محتاجينه، ان هو يستمد الميه والعناصر الغذائيه الموجوده ويحتفظ بيها فتره كبيره جدا عشان النبات يستفيد منها. طيب، وبيئه مناسبه جدا لتكون الفطريات المفيده اللي هي بتعمل منافسه للنيماتود. الفحم ممكن نضيفه للكمبوست عشان يمنع الريحه اللي موجوده في الكمبوست اثناء تحضيره، وكمان بيعمل مسميه اكتر في التربه، يعني هو مش بيتحلل بسهوله وبيحتفظ بيه الميه، وكمان بيعمل مسميه في التربه، عشان كده هيحول التربه بتاعتنا من تربه عديمه العناصر الغذائيه الى تربه مفيده ومليانه عناصر غذائيه، وبالتالي يساعد الجذور على النمو. ومن ضمن خصائص الفحم ان هو بيعمل تعادل لحموضه التربه، بيعمل تعادل لحموضه التربه وبيساعد الجذور على النمو. مكون طبيعي جميل جدا نقدر نضيفه للتربه بتاعتنا اثناء تحضيرها واثناء الخلطه عشان نزرع فيها. وفي نفس الوقت ده جرب حطه على الطماطم مثلا، الطماطم لوحدها هيغير مجرى الزرعه بتاعتك في البيت. عشان كده ده حل سحري ودواء شافي للارض الميته اللي ما فيهاش اي عناصر غذائيه موجوده عندنا في البيت. اتمنى يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، والمشتركش يشترك في القناه ونفعل زر الجرس ونتفاعل على الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.